السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، القناة التي تهتم طبعا بكل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير. صورة للبرماني أثارت الكثير من الجدل بعد ظهوره مع فتيات بلباس قصير، الأمر الذي خلق جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي. وكان البولماني قد خرج وصرح بأن الفتيات صورت معه الفيديو كليب، ولكنهن لن يظهر بتلك الملابس كما جاء في تصريحها. والآن أترككم مع تفاصيل هذا الفيديو ثم نعود إليكم بعد الفاصل. البولماني يغير نمط أغانيه ويصدر فيديو كليب جريء بعنوان مالادي. لكن قبل بداية مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات، وكذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب كتشجيع بسيط للرقي نحو الأفضل. طرح الفنان الصاعد يونس البولماني نهاية الأسبوع المنصرم أغنية على طريقة الفيديو كليب بعنوان مالادي. وظهر البولماني في الأغنية الشعبية الجديدة التي صورت ببرشلونة، وأشرف بنفسه على تلحينها بشكل جديد وشبابي رفقة فرقة راقصة عصرية، في تحد واضح للنمط التقليدي الذي ظهر به في أعماله السابقة. وسبق أن أثيرت التساؤلات حول بعض الصور التي ظهر فيها البولماني رفقة فتيات تحملن بعض الأوشام على أجسامهن وترتدين ملابس قصيرة، وهو الأمر الذي أوضحه في تصريح خاص لمجلة سلطان الإلكترونية بأن الصور مأخوذة خارج نطاق التصوير وأنهن سيظهرن بإطلالات محتشمة في الفيديو كليب. وتعرف الجمهور المغربي على يونس البولماني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار واسع لأغنية احتلقت اللي تبغيني التي حققت شهرة كبيرة في ظرف وجيز. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى دائما أن أكون عند حسن ظن المتابعين الكرام، ودائما سنوافيكم بكل ما هو جديد في قناتكم قناة كوكب الفن. أستودعكم الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.